طلاب الأعزاء، أرحب بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. درسنا هذا اليوم هو يونت 6 لسن 4 رود سيفتي. رود يعني طريق، سيفتي آمن، طريق آمن. Do you remember this rhyme? Listen and say. عندي هنا أغنية أو نشيد أو قصيدة، هنا راح نحاول نقراها ونفهم معناها. عندي look left, look right, look left again. If the road is safe, cross with a friend. عندي look left يعني look انظر، left يسارا، look right انظر يمينا، look left again look انظر، left يسارا again مرة أخرى. If إذا كان the road الشارع أو الطريق is safe آمن، cross أعبر with مع a friend مع صديقك. شوفوا هنا هاي الأصدقاء هنا جاي يعبرون من أماكن مخصصة للعبور. هنا شوف children on a zebra crossing، الأطفال on على children الأطفال on على zebra crossing. crossing يعني عبور، zebra احنا نعرف انه zebra يعني معناتها حمار الوحشي، الحمار الوحشي شايفينه حمار مخطط أبيض وأسود. فهنا عندي أماكن العبور، الأماكن المخصصة للعبور نسميها zebra crossing، يعني الأماكن المخصصة للعبور تكون بهالشكل، الطريق أسود وهي خطوط بيضاء، فلهذا نسميها على تسمية الزيبرا. إذن هاي شو نسميها أماكن مخصصة للعبور نسميها zebra crossing. من تطلعون مرة ثانية تبوا إلى الطريق راح تلقون أكو أماكن مخصصة للعبور مخططة باللون الأبيض. عندي في أسفل الصفحة عندي listen and read، قطعة نقراها. Our teacher made a poster for the class about road safety. There are 9 photos on the poster. Some photos show good road safety behavior and some show bad road safety behavior. We can two tasks to do. Number one, write the number of each photo in a good road safety or a bad road safety column. Read the descriptions, match a description to a photo. عندنا يحكي لي عن our teacher معلمنا made time ماضي make صنع a poster يعني poster مثل النشرة الجدارية for لي the class للصف about عن road safety road طريق safety آمن. There are هناك 9 photos 9 صور on على the poster على البوستر. Some photos بعض الصور some يعني بعض photos صور show شوفنا أو تعرض good جيد road safety behavior جيد road طريق safety طريق آمن behavior يعني تصرفات الطريق الآمن and و some بعض show تعرض لنا bad سيء أو ردي road safety بعض التصرف behavior بعض التصرفات السيئة. عندي we have two tasks to do we نحن have عندنا two task يعني to do بعض عندنا جرائم أو جرائم نعم راح نقوم بهم. number one write نكتب the number رقم of each photo لكل صورة in a good road safety للتصرفات للطريق الآمن الجيد or a bad road safety أو للطريق السيء لفقرات الطريق السيء والجيد. number two عندي read the description اقرأ التعليمات match وصل a description وصل التعليمات to فوتو وصل التعليمات بالصور. نعم هنا عندي مجموعة من الصور، هنا عندي road safety طريق آمن هذا البوستر اللي يحكون عليه اللي سواه المعلم مالتهم راح يحكي لنا عن بعض التصرفات السيئة وبعض التصرفات الجيدة في الطريق. عندي number one هنا عندي سائق سيارة ملتزم بالإشارة المرورية إذن هذا تصرف صحيح. عندي هنا سائق الدراجة الهوائية هنا يرتدي الخوذة إذن تصرف صحيح. هنا عندي
أماكن مخصصة للعبور يعبر من هذا الشخص. صحيح هنا عندي طفل يربطوا له حزام الأمان، إذا تصرف صحيح. عندي هنا شخص يتصل بالهاتف وهو يسوق، طبعا خطأ، تصرف خاطئ. عندي صورة ستة رقم ستة، عندي شخص يرتدي حزام الأمان، نعم صحيح. هنا عندي أطفال يتعاركون بالسيارة، طبعا تصرف خاطئ. عندي هنا طفل جاي يعبر من أماكن مخصصة لعبور زيبرا كروسينج، نعم صحيح، تصرف صحيح. الصورة الأخيرة عندي شخص هنا جاي يلعب بالموبايل وهو يقود السيارة، طبعا تصرف خاطئ. هنا عندي بالصفحة الثانية من الكتاب، نعم في هاي الصفحة عندي هنا good وعندي bad. هنا من اريد يعني اخلي رقم الصورة اللي تصرف اللي بيها تصرف صحيح، ورقم الصورة هنا اللي بيها التصرف السيء. نحن نجي احنا قلنا نمبر 1 السائق ملتزم بالإشارة المرورية، اذا راح نكتبها ضمن فقرة التصرفات الجيدة. عندي السائق الدراجة الهوائية يرتدي خوذة بصورة ثانية، نعم تصرف جيد. عندي هنا شخص يعبر من اماكن مخصصة العبور، نعم ايضا تصرف جيد. صورة رقم 4 طفل يربط له حزام الامان، نعم صورة سيئة جيدة العفو. عندي صورة رقم 6 السائق يلبس حزام الأمان، نعم صحيحة. وعندي صورة 8 طفل يعبر من أماكن مخصصة للعبور. أما الصورة السيئة عندي صورة رقم 5 اللي هي سائق يتصل بالهاتف وهو يقود السيارة، طبعا تصرف خاطئ. أطفال يتعاركون بالسيارة، نعم تصرف خاطئ. وعندي الصورة الأخيرة اللي سائق السيارة ملتهي يلعب بالموبايل وهو يقود السيارة، أيضا تصرف خاطئ. انتهينا من حل هذا التمرين. هنا عندي راح أجي أقرأ كل عبارة من كل جملة من هاي الجمل وأخلي هنا رقم الصورة اللي تناسب الجملة. عندي نمبر 1 we can see a young boy sitting in a car seat his mother is putting on the seat belt. يعني we نحن كان نستطيع see نرى a young صغير boy الطفل صغير ولد صغير sitting in sitting جالس in في a car سيت يعني كار سيارة سيت مقعد السيارة his mother أمه is putting on تضع the seat belt يعني حزام الأمان. هاي الكلمة كلش مهمة seat belt يعني حزام الأمان. يا صورة عندي نعم صورة رقم 4 number 4 هنا راح نكتبها بالجملة الأولى. عندي there is a green man on a road signal that shows people that they can cross at the zebra crossing. عندي there is هناك green man رجل أخضر on a road signal في علامة المرور. This shows هاي يعني تشوف people تشوف الناس that they إنه هما can cross يستطيعون العبور at the zebra crossing من الأماكن المخصصة للعبور. نعم رقم ثلاثة الصورة رقم ثلاثة. عندي الجملة اللي عندي the man is looking at his smartphone while he's driving. The man الرجل is looking at ينظر إلى his smartphone هاتفه الذكي while بينما he is هو driving يقود السيارة. نعم هاي الصورة الأخيرة اللي هي number 8 عندي الجملة اللوخ. عندي there is a car هنالك سيارة waiting تنتظر for لي the road signal يعني علامة المرور red أحمر means يعني stop توقف and green means الأخضر يعني means يعني you أنت كان تستطيع go أن تذهب. هاي الصورة هي number 1 نعم عندي الصورة number 1 سيارة تنتظر ملتزمة بإشارات المرور. عندي the young boy الولد الصغير is crossing يعبر the road الشارع أو الطريق on the zebra crossing من الأماكن المخصصة للعبور. عندي يا صورة هاي نعم هاي number 8 رقم 8. عندي the man is putting on his seat belt the man الرجل is putting يضع his seat belt يعني حزام الأمان. نعم هاي صورة. عندي الصورة رقم 6 number 6. وعندي الجملة الأخيرة the boys are fighting in the back of the car the boys الأولاد fighting يتقاتلون in the أو يتعاركون يعني back في الخلف of the car في خلف السيارة في المقاعد الخلفية نمبر 7. طبعا هاي الجمل كلها حليناها من الصور الموجودة في الصفحة رقم 8.
في كتاب النشاط عندي أيضا راح نجي على يونت 6 لسن 4 الدرس الرابع. عندي هذا التمرين مهم جدا، طلاب أي تمرين بيوصل ويعتبر تمرين مهم جدا. عندنا راح نقرأ مجموعة من العبارات أو الأفعال وراح نكملها من العمود الثاني. عندي هنا أرقام الليست الأول من العبارات أو من الأفعال بها أرقام، هنا راح نخليه بالمربعات مقابل مقابل الجملة اللي تناسب. عندي نمبر 1 put on your seat belt. put on يعني ضع your seat belt، خذناه قبل شوي قلنا مهم جدا هالكلمة اللي هي حزام الأمان. ضع حزام الأمان، شو كنت واحد يخلي حزام الأمان؟ نعم when you are in a car، when عندما you are أنت in a car في السيارة. إذا راح نخلي number one، أكيد من تسكون بالسيارة تصعد بالسيارة لازم تخلي حزام الأمان. عندي number two stop، قف شوي نوقف. راح نجي ندور هنا أكيد قبل ما نعبر الشارع before you cross the road، before قبل you أنت cross تعبر the road الطريق أو الشارع. عندنا number two stop، هنا راح أخلي number two مقابل هاي الجملة، ضروري جدا أنه توقف قبل ما نعبر الشارع. number three عندي look، look وين لازم أن ننظر؟ نعم left and right before you cross the road، left يسارا and right يمينا before قبل you أنت cross تعبر the road الطريق. إذن راح أكتب number three. عندي number four wear، البس. لازم إيش تلبس؟ لازم إيش نلبس؟ مهم جدا نعرف هاي الجملة. نعم إيش نلبس؟ لازم نلبس الخوذة a helmet when riding a bike. هلمت يعني الخوذة، وين عندما رايدنج تقود بايك، عندما تقود الدراجة الهوائية. عندي نمبر 5 don't use، لا تستعمل. don't use شنو اللي ما نستعمله؟ شنو اللي ما نستعمله؟ your smartphone on your bike. your يعني your smartphone يعني هاتفك الذكي، on على your bike على الدراجة الهوائية. إذن راح أكتب نمبر 5. عندي number six be careful sorry don't play، don't play لا تلعب. شنو اللي ما لازم نلعب به؟ شنو اللي مفروض ان احنا ما نلعب به؟ نعم don't play by a road، by a road يعني بالطريق، لازم ما نلعب بالطريق لان ممكن نعرض نفسنا الى الخطر. number seven عندي be careful كن حذرا، وين لازم اكون حذر؟ لازم اكون حذر on swings and slides، on على swings يعني المرجوحة and slides والزحليقة، لازم يكون حذر. إذا نرى خلي number 7 and the last one، the last one cross the road، أعبر الطريق. منين؟ أكيد من الأماكن المخصصة للعبور at the zebra crossing، at the zebra crossing يعني نرى أكتب number 8 at the zebra crossing. في الصفحة الثانية عندي كتاب النشاط عندي مجموعة من الأفعال العفو لازم نكملها بكلمات أو عبارات مناسبة. عندي نمبر 1 برش يعني فرج your teeth، فرج أسنانك. عندي نمبر 2 عندي سلايز، شنو يعني سلايز؟ يعني قطع شرائح. شنو اللي ممكن نقطع شرائح؟ نعم نقدر نستعمل كلمة onions يعني البصل، onions يعني البصل. عندي نمبر 3 peel قشر، شنو قشر ممكن؟ orange نعم البرتقال، ممكن نقشر البرتقال، ممكن البوتيتا أو البصل. عندي draw ارسم، draw ارسم مش نرسم أكيد picture، طبعا هذا السؤال يختبر معلوماتك العامة picture صورة. عندي click on اضغط على شنو؟ نعم web page يعني صفحات البحث أو الموقع اللي أنت تريده. عندي number 6 and spread انشر، شنو اللي ممكن ننشره؟ اكيد راح نستعمل كلمة butter اللي هي زبد on the bread. عندي number 7 open، open شنو؟ افتح، ممكن a book، ممكن a door، ممكن a window، راح نستعمل كلمة a door يعني الباب. number 8 close اغلق، نقدر نقول a book او a window يعني شباك، اغلق الشباك. عندي the last one read اقرأ، اكيد نقدر نقول a book ونقدر نقول a story قصة، راح نستعمل ابسط كلمة اللي هي كلمة a book. هنا انتهى درسنا لهذا اليوم، اتمنى تكونوا استفادتوا وشكرا للمتابعة.